عشر عشر عشر. حلو 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 حلو. هلا هلا ابو سيد، توكل على الله يا اخي، الله يرضى عنك. العوض سلامي، كيف حالك؟ الله يسعدك. شو خير مالك؟ والله السياره خربانه. لا اله الا الله. قال لي روح جيب لي قطعه. والله بيني وبينك من شنصه، قسم بالله شوارع زائل بالمؤمن زي ما انت شايف. بعين الله ارفع الازازه. الله يرضى عنك. حاضر يا ابو سيد، الله يسعد مساك. والله برضى، الحمد لله رب العالمين، مستوره. كيف الشغل؟ كيف والله بقول لك زائل بالمؤمن الشوارع، ما انت شايف وضع الكورونا والكيف والحق، ما انت شايف كيف الوضع؟ خير اللهم اجعله خير. أعزائي المستمعين، أهلا بكم مرة أخرى وإلى آخر ما وصلنا إلى استوديو الأخبار بخصوص الجريمة البشعة، حيث تقول الأنباء أن منفذ هذه الجريمة قد لاذى بالفرار من مكان الحادث بواسطة مركبة عمومي. والعالم بطل معاها جميع السادة السائقين، سائقي العمومي أو أي شخص يشتبه برؤيته لهذا المجرم الإبلاغ عنه. وكما ذكرنا سابقا فإن كاميرات الموقع، موقع الحادث والجريمة، قد رصدت مواصفات هذا المجرم. لازم جايبته بيجيبوه أبوه دشداشة بيضاء. إذن على كل من رأى تقول لي كاني ولا ماني، طول لي بالك ثواني، مقلبنا وعالماشي اضحك شوي وبدك تعطيك المقلب على قدك انت بس تنصحي. برنامجك مهمات برنامجك بالعقافية برنامج دايلي، شوفوا عكي سرعش سرع معك انت بس بتنعنش داي ومقلب فيك. ارخي مصر بعدك بلا خرز يا هبر خرز خرز خرز. اي ميدا طب اي ميدا زايد اشوار اي ميدك بولا بدا شغل افهمك اي ميدا داي مصدرك هادي. الله يهديك الله يهديك شوي روق شوي. مالك زبالك مسدس خرز هيك؟ خلص خرز. انت شايفك؟ لا يا زلمة. كيف طول بالك شوي علي فيزي. أنا فاهمك الموضوع. أعطيني هذا. والله خرز شوفه. خرز يا عمي والله خرز. طيب ليش هيك بتجي انت؟ صلي على النبي. احنا معاك. برنامج انطلاق الحقيقي. هاي الكاميرا الصغيرة هي اللي تصور. شكرا. بس انت عجز كثير. الواحد سمع خبر. اسمع، احنا عمالنا طالعين شفتك على الصيد الثاني بقول مش هذا المغني اللي بقول لي هذا اللي بيسوي المويل. بقول له على الله ليش بركي يركب معنا. بالأمانة انك انت صيدة كويسة هذا برنامج الكاميرا الخفية. فضو. لا. لا. وغرق مسدسي خود تقول لي كاني ولا ماني، طول لي بالك ثواني، مقلبنا وعالماشي اضحك شوي وبدك تعطيك المقلب على قدك انت بس تنصحي. برنامجناك مهمات برنامجك بالعقافية برنامج دايلي، شوفوا عكي سرعش سرع معك انت بس بتنعنش داي ومقلب فيك. ارخي مصر بعدك ارخي بعدك بلا خرز يا هبل خرز خرز خرز. اي ميدك طب اي ميدك زايد اشوار اي ميدك بقول لك بدها شغل افهمك اي ميدك داي مصدرك هادي. الله يهديك الله يهديك شوي روح له اصبعي حياك الله. طيب خذي لك كاميرا بوي. كورونا بانه اهلا بكم مره اخرى والى
الأخبار هذه بخصوص الجريمة البشعة، حيث تقول باعنا مناسبة هذه الجريمة قد لاذا بالفرار من مكان الحادث بواسطة مركبة عمومي. وننوه إلى السادة جميع السادة السائقين سائقي العمومي أو أي شخص يشتبه برؤيته لهذا المجرم أن يبلغ عنه. وكما ذكرنا سابقا فإن كاميرات الموقع قد رصدت مواصفات الذي شوف والله يعمل كاميرات بالجافة الضيقة. اتفرج اهدي معقول اهدي معقول ما شايف اتفجر فينا اهدي معقول حبة بيت النار اهدي بحكي معقول انا اهدي بلاسع لا تقول لي كاني ولا ماني طول لي بالك ثواني مقلبنا وعالماشي اضحك شوي وبنضحكك نعطيك المقلب على قدك انت بس للصاحي برنامجنا كوميدي وهادف برنامج كاميرا خفي برنامج لايق لي شوفوا ركز فرفش وصحصح معنا انت بس بتمعنش لاي وقع مقلب فيك ديش اقطك هذا بلا يستكز انا بلا خراز انا بدي اخطف الشوفير خليك يشرب مني يا زلمه ليه لانه في بينه وبين الطوار طار عمرك حله انت اللي جيت معي انا بعرف شو بصير معي انا ما لحقش ليش على المحل بقولك اهدى شوي يا زلمه ليش ترن على الشرطه ليش ترن على الشرطه ليش ترن على الشرطه طول بالك تعال تعال هيو الشوفير احزب لي طلع من الاجا زرب اهدى بالك اهدى شوي اهدى بس اهدى طول بالك اهدى شوي طول بالك طول بالك اهدى شوي طول حبينا نمزح معك يا زلمه طول بالك 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 افتح الباب طول بالك طول بالك طول بالك طول بالك شوي لا 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 مش رايح ولا محل مش رايح ولا محل طول بالك اذا بدي طول بالك طول بالك لا تقول لي كاني ولا ماني طول لي بالك ثواني مقلبنا وعالماشي اتفرج شوي وبنضحكك نعطيك المقلب على قدك انت بس ضل صاحي برنامجنا كوميدي وهادف برنامج كاميرا كافي برنامج لايق لي شوفوا لك السرفش وصحصح معنا انت بس بتمعنش لاي وقع مخفيك اهدي معقول شوفوا ركز طيب بدو صحصح معنا انت بس بتجمعش داي وقع مقلب فيه بس والله والله بدو قلبه ايش كما سيارة تاني مرة والله بدو الواحد يعرف يعني يوقف ولا لا زعل مش زعلان منا لا مش زعلان يعني فكر حليب يا قشطة لك يقولوا امي حليب يا قشطة طيب احلى ابو جمل سلامي اطلع نوصل